السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم هذا الموديل. هذا عندي الكميه ديال الثوب هنايا 2 متر ونص. هذيك 2 متر ونص زولت منها 50 سنتيم، بقات ليا 2 متر و 2 متر، طويتها على 4، كتعطيني هنا في العرض 50 سنتيم. البنات اللي مبتدئات يديروا هذه الطريقه، هذه راها سهله. وغادي نبدا نحط القياس من هاد الجهه، هذه الجهه اللي مسدوده. كنحدد هنا الرقبه 8 سنتيم، الكتف عندي غادي ندير 21. كنطيح الكتف ب 3 سنتيم والرقبه 3 سنتيم. هنا في التركيز غادي نهبط ب 22. الصدر غادي ندير 25. انا غادي ندير 27، غادي نزيد نخلي الزياده. كنرسم هاد الدوره هادي ديال التركيز، كنعبر هذيك القطعه اللي غادي ندير في الصدر، غادي ندير فيها 32، وغادي نزيد سنتيم هي 33. كنسطر هنايا، هنا درت هنا في الصدر درت 27، هنا في هذه القطعه هذه غادي ندير 25، وكنطلع هنا ب 3 سنتيم هنا في هذه الجوانب. وغادي نقطع، هنا ملي فصلت الظهر والامام، هنا في الامام غادي ننزل ب 11 سنتيم، وهنا في الكتف غادي ننزل، غادي ننقص نص سنتيم، وهنا في هاد الدوره غادي ندخل بسنتيم. كنزول الظهر هنا، ردوا البن هاد النقطه هادي، عندكم تمشيو تفصلوا بحال الظهر بحال الامام. الظهر والامام. دابا غادي نعبر الطول ديال البياسه. الطول عندي متر وواحد وثلاثين ديال الطول. وكنزيد
4 سنتيم ديال هذيك الثانيه اللي غادي ندير من التحت. طهو الامام هنا. هاد الزياده هادي راه غادي نخليها كامله، غادي نديرها كشكاشه. هنا غادي نفتح هاد الجوانب، كنجيو هنا من هاد الجوانب هنا كنطلع بواحد 4 سنتيم. هنا عندي الطهو الامام، دابا غادي نفصل الكمام. الكم عندي فيه 54، هنا كنهبط بواحد 3 سنتيم. عاد غادي ندير القياس. هنا كنهبط 12 سنتيم، كنقسم هاد المسافة هادي على 4. هنا هاد 3 سنتيم هي اللي غادي نزيدها باش غادي ندير واحد البليات في الكتف. هنا في العرض ديالكم غندير 22. دابا غادي نفصل هذيك الباندا اللي غتجي لي في الكوب. هذيك الباندا اللي في الكم غادي تجي فيها كل وحده، كتبت فيها كل وحده فيها 100 سنتيم فاش الكم غايجي حد هنا، وهذه كتعقد. المهم نتوما غتشوفوا معي الطريقه الخياطه. دابا غادي نفصل هذاك البي اللي غادي يجي في العمق. Thank you.
هذا به. وهنا كنكون ساليت في الصاله ديال هذه الكسوه هذه. نتلاقى معكم في الخياطه ان شاء الله. سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقننا فانظر بعينك ما ترى بتفكر أرأيت أعظم من إلهك أتقانا رفع السماء بلا قواعد فاتلت سبعا طباقا شداهن وصونا صقل النجوم النيرات فأزهرت وجلى الكواكب في الفضاء وكونا وجلى الكواكب في الفضاء وكونا سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقننا فانظر بعينك ما ترى بتفكر أرأيت أعظم من إلهك أتقانا كل يدور وليس يزحم جاره أعجاز من فرض المسار وآذانا لا الشمس والأقمار تدرك بعضها كل له درب يسير ومنحنى كل له درب يسير ومنحنى سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقننا فانظر بعينك ما ترى بتفكر أرأيت أعظم من إلهك أتقانا والشمس أشعلها وقدر نورها فمضت تحرك من ضياء ألسنا تطوي الظلام على الظلام أمامها وكأنه جهل المسالك وانحنى وكأنه جهل المسالك وانحنى سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقننا فانظر بعينك ما ترى بتفكر أرأيت أعظم من إلهك أتقانا والبدر أسحر كل عين حسناه وكذا الجمال من اللطافة يجتنى والأرض ألبسها بحلة بهجة من كل شيء قد أفاض وزينا من كل شيء قد أفاض وزينا سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقننا فانظر بعينك ما ترى بتفكر أرأيت أعظم من إلهك أتقانا أرسى الجبال الشاهقات لحفظها أسرى النسيم على الفساح فدندنا سلخ الظلام عن النهار لحكمة أمر النهار إلى النهوض فعمانا
أمر النهار إلى النهوض تعمنا سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقننا فمن الذي فض الضياء لسعينا ومن الذي منح السبات الأعينا ومن الذي منح السبات الأعينا. مصطفى الله يا مختار نظراتي يا أصل ما أظهر الإبداع من فطري يا رحمة الله يا مبعوث رافاتي يا مظهر اللطف في الأرواح والصور أنوار حبك في قلبي قد انطبعا جبلة كانطباع الشمس في القمر ما زال حبك في روحي يخامرها حتى تجرت عن عيني وعن نثري يا مصطفى الله.
مبعوث رافاته. ما للمحبة مقدار إذا اقتصرت، الحق حبك حب غير مقتصر. تجردا من هناة كلها حجب، لا وصل والحب محجوب بذي الستر. يا من به سلوتي في كل واقعة، عن كل كائنة في الورد والصدر. ما زال حبك في روحي يخامرها حتى